الكثيرين يسألونني عن الكوردات التي يتضمنها سلم الموسيقي. على سبيل المثال، ما هي الكوردات التي يجب أن نستخدمها مع سلم دو ميجر؟ أو ما هي الكوردات التي يجب أن نستخدمها مع سلم ري ميجر أو دو ماينر أو سي ماينر؟ اليوم راح نتعلم القاعدة الرئيسية. راح أعطيكم سلم دو ميجر، ما هي النغمات اللي تتكون منها سلم دو ميجر، دو ميجر سكيل، و الكوردات التي يتضمنها. طبعا احنا نعرف سلم دو ميجر يتكون من النغمات التالية: دو، ري، مي، فا، صول، لا، سي، دو. هذه النغمات السبعة اللي يتكون منها سلم دو ميجر. ولو استمرينا ايضا يتكرر السلم، ايضا من هنا وصلنا دو، ري، مي، فا، صول، لا، سي، دو، هذا اوكتاف الثاني. اذا سلم دو ميجر يتكون من النغمات التاليه: الدو، ري، مي، فا، صول، لا، سي، دو. هذا يعني ان كل نغمه عباره عن كورد. يعني راح يكون عندنا كورد باسم دو، كورد اخر باسم ري، والكورد الاخر باسم مي، فا، وهكذا، سبع كوردات. اذا السلم الموسيقي يتكون من سبع نغمات ويتكون من سبع كوردات باسم النغمات. الآن افتهمنا بأنه السلم الموسيقي يتكون من سبع كوردات، لكن ما هي هذه الكوردات؟ ميجر، ماينر، ديمينيش، سيفنث، أوغمنتد، أكو أنواع مختلفة من الكوردات ومفروض تعرفوها. إذا الكوردات الأساسية، أكرر، الكوردات الأساسية الذي يتضمنه سلم دو ميجر، لا أقول دو ميجر لأن نتكلم عن دو ميجر سكيل، عن سلم دو ميجر. لاحظنا إحنا بأن السلم الموسيقي النغمات كلها نظيفة، نغمات لا يحتوي على دييز ولا يحتوي على بيمول. مثل دو، ري، مي، فا، صول، لا، سي، دو، ما عندنا بي لا بيمول ولا عندنا بي الدييز. إذن الكوردات اللي راح نستخدمها على كل نغمة المفروض تكون خالية من البيمول وخالي من الدييز. الكورد الأول راح نستخدمه هو الدو ميجر. الدو ميجر يتكون من دو، مي، صول. الكورد الأول هو ثبتها يمنا، دو ميجر. ثلاث نغمات خالية من البيمول والدييز، دو، مي، صول. والنغمة الثانية اللي هي ري، الكورد راح يكون ري، ري ماينر، لو ميجر. لو قلنا ري ميجر هذا خطأ. ليش؟ لأن كورد ري ميجر يتضمن فا دييز. احنا بالسلم الموسيقي مالنا من قلنا ما قلنا دو ري مي فا دييز صول، قلنا دو ري مي فا، ولذلك ما نستخدم كورد ري ميجر وانما راح نستخدم كورد ري ماينر. لماذا نستخدم كورد ري ماينر؟ لان كورد ري ماينر يتكون من النغمات التاليه: لا، ري، فا، خاليه من الدييز وخالي من البيمول، مثل ما سلم دو ميجر خالي من هذه النغمات النص الدييز والبيمول. إذا صار عندنا كوردين: دو ميجر، ري ماينر. الكوردان
نظيفة وخالية من البيمول والدياز. بعد الري عندنا نغمة مي. نغمة مي نحولها إلى كورد. كورد المي أيضا يجب أن يكون خالي من البيمول والدياز. إذا نعزف مي ماينر. مي ماينر يتكون من سي مي سول، ثلاث نغمات نظيفة خالية من الدياز والبيمول. إذا صار عندنا ثلاث كوردات، دو ميجر، ري ماينر، مي ماينر. النغمة اللي بعد مي فا نفس النظام، نستخدم كورد خالي من الدياز والبيمول اللي هو فا ميجر. كورد فا ميجر يخلو من الدياز والبيمول اللي يتكون من فا لا دو، ثلاث نغمات خالية من الدياز والبيمول. بعد الفا سول ميجر. السول أيضا يتكون من سول سي ري، أو بعد السول ميجر. سول ميجر خالي أيضا من الدياز والبيمول. الكورد الآخر